يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من الترند. حلقة اليوم مهمة مليئة بالعديد والعديد من الأخبار المتنوعة، بالتحديد على الساحة الرياضية المحلية، وده أمر مهم بالنسبة لنا، والساحة الرياضية العالمية، وكمان كل ما يخص ويتعلق بنادينا الحبيب النادي الأهلي، وآخر التفاصيل والأخبار في إطار الاستعداد للمواجهة المقبلة الهامة جدا أمام المريخ السوداني في مباراة حاسمة في مشوار النادي الأهلي الأفريقي، وبالتحديد في مجموعة النادي الأهلي. فبالتالي الحلقة النهاردة دسمة جدا، وعندنا كمان جوانب فنية هنتكلم فيها بخصوص المنتخب، وده أمر مهم قوي. لكن دايما البداية بتكون من خلال يعني سؤال حلقة النهاردة وتواصل حضراتكم معنا، وهو بيتعلق بمنتخب مصر. وفي رأيكم ايه هي التغييرات اللي ممكن يعملها الكابتن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر في مباراه جزر القمر غدا باذن الله تعالى؟ تواصلوا معانا وهنشوف تفاعل حضراتكم في الجزء الاخير كما هو المعتاد من حلقات الترند المختلفه، لكن دايما العناوين بتكون مهمه بالنسبه لنا. نشوف في ترند الاهلي: بعثه الاهلي تطير الى السودان الاربعاء. في الترند المحلي: المنتخب يختتم استعداداته لمواجهة جزر القمر. أما في الترند العالمي: مدرب البرتغال الحكم اعتذر بسبب واقعة رونالدو. طيب عندنا النهاردة ماتشات مهمة في التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية بالكاميرون، وفي بعض المباريات دي اتلعبت، ثلاثة بالتحديد اتلعبوا. نبتدي بالمجموعة الأولى، وكانت مواجهة ناميبيا مع غينيا، غينيا اللي هي تأهلت بشكل رسمي مع مالي اللي موجودة أيضا في المجموعة دي، لكن في العموم ناميبيا فازت بنتيجة 2-1، فوز يعني مش مجدي بالنسبة لناميبيا. لكن المباراة الأخرى كانت ما بين تنزانيا وليبيا، وانتهت بفوز تنزانيا بنتيجة 1-0، ودي المجموعة اللي بتضم كمان تونس وغينيا الاستوائية، واللي لعبوا كمان في نفس التوقيت واللي فاز في هذه المباراة كان منتخب تونس بنتيجة 2-1 على غينيا الاستوائية، وغينيا كمان الاستوائية تأهلت مع تونس بشكل رسمي. النهارده كمان في ماتشين في نفس التوقيت الساعه 6، السودان مع جنوب افريقيا دي المجموعه الثالثه، ونفس المجموعه غانا مع ساتومي، وغانا خلاص تاهلت بشكل رسمي. تبقى المنافسه ما بين السودان وجنوب افريقيا، جنوب افريقيا عندها 10 نقاط والسودان 9، فبالتالي المباراه دي هتكون ناريه لانها هتحسم اكيد المتاهل بصحبه منتخب غانا لبطوله الامم الافريقيه، وبالتالي المباريات كلها مهمه. احنا كمنتخب مصر الحمد لله تاهلنا والامور الحمد لله كويسه على صعيد الهدف الاسمى هو التاهل، لكن على الصعيد الفني في كلام كتير جدا، على صعيد الاداء، على صعيد التغييرات، على صعيد العناصر كمان اللي موجوده في منتخب مصر، ان هم المفروض يقدموا يعني وجبه دسمه لعشاق الكره المصريه. ده ما حصلش على مدار مباراه كينيا، لكن عندنا ثقه كبيره قوي بالمناسبه باذن الله تعالى ان الكابتن حسام بدري بخبراته العظيمه جدا وقدراته المميزه يقدر ان هو يحسن من شكل المنتخب، وده من خلال جهازه كمان المعاون. فنتمنى لهم كل التوفيق في مباراه بكره امام فريق جزر القمر، واللي من خلالها باذن الله منتخب مصر يحسم المركز الاول. لكن التفاصيل كلها هتكون معانا بعد الفاصل، كلام كتير جدا بالتحديد فيما يتعلق بالنادي الاهلي، وبعد كده نخش بقى في الجانب العالمي، استنونا. طيب اخبار النادي الاهلي، واحنا عارفين ان الفريق الاول لكره القدم بالنادي بيستعد لمواجهه غايه في الاهميه، وهي مباراه المريخ السوداني باذن الله تعالى في السودان يوم السبت اللي جاي الساعه 3 العصر، فمباراه مهمه وقويه، ومن خلالها ان شاء الله باذن الله الاهلي يحسم تاهله بشكل رسمي، ومن خلالها كمان تكون فرص النادي الاهلي في الصعود كاول مجموعه تكون فرص كبيره بعد انتهاء هذه المباراه باذن الله تعالى. الاهلي منتشي بانتصار كان غالي قوي على فريق فيتا كلوب هناك في الكونغو بنتيجه 3-0 بره ارضك، ده حاجه كبيره قوي. وللاسف احنا عندنا هنا في مصر يعني البعض يقول لك ايه، اصل لما الاهلي مثلا يكسب او اي فريق مصري يكسب بره ارضه بنتيجه كبيره يقول لك اصل الفريق اللي كان بيلعبه ده فريق ضعيف، مع ان الفريق ده اللي اتعادل مع النادي الاهلي 2-2 في القاهره، كنا احسن بكثير وضيعنا اهداف كثيره، لكن دايما ما بحبش ان احنا نقلل من انتصاراتنا الغاليه والمهمه اللي زي دي. لكن في كل الاحوال، في كل الاحوال مباراه وانتهت اللي هي مباراه فيتا، احنا مقبلين على مباراه المريخ باذن الله. عندنا عدد من العناصر موجوده في منتخب مصر الاول، والبعض كمان موجود في المنتخب الاولمبي، لكن تدريبات النادي الاهلي ايضا هي تدريبات مهمه جدا خلال هذه الايام بعد استئنافها بعد اجازه امبارح، كان يوم وحيد، واحنا عارفين ان الفريق كان استأنف تدريباته اصلا يوم الثلاث اللي فات،
وامبارح كان اجازه والنهارده بيواصلوا ويستأنفوا تدريباتهم الهامه جدا في اطار تصعيد عدد من الناشئين، في اطار تجهيز عدد من اللاعبين المهمين في الفريق الاول علشان يكون الكل على هبه الاستعداد للمواجهات المرتقبه المقبله سواء على الصعيد المحلي او الصعيد العالمي. بالتالي خليني اتكلم مع حضراتكم بخصوص اخبار النادي الاهلي وبعد استئناف الاهلي تدريباته النهارده. بالمناسبه المران النهارده كان في تمام الساعه 10 صباحا واحنا شايفين دي لقطات من تدريبات الاهلي النهارده. النهارده ده تدريب الصبح بيتالق عدد من اللاعبين جدا في الحقيقه، ابرزهم بدر بنون اللي شفنا له جون في الماتش الودي اللي اتلعب ما بين الفريق وبعضه كده من يومين ثلاثه، وجاب جون باكورد رائع يعني في الحقيقه، هو لعيب مهم وسوبر في خط دفاع النادي الاهلي. كابتن كمان خليني اقول لحضراتكم ان مستر بيتسو موسيماني وجهازه المعاون اطمنوا على ايمن اشرف خلال التدريبات النهارده، وكان في جلسه مع اللاعب واطمنوا على حالته من خلال الجلسه دي بعد ما كان احنا كلنا عارفين ان ايمن اشرف، مصر كلها كانت عارفه ان ايمن اشرف مصاب عنده اصابه في الركبه وان الافضل ما يسافرش، لكن مع ذلك كان قرار الكابتن حسام بدري في اصطحاب ايمن اشرف. لكن ايمن انتظم النهارده في المران جماعي وشارك في كل فقرات المران، فبالتالي الحمد لله ايمن بقى جاهز للمباراه المقبله امام مريخ. وهنا اهميه جاهزيه ايمن اشرف ليه؟ لان انت عندك في المركز ده هو ايمن اصلا احنا متعودين ان هو بيلعب كمساك جنب بدر بنون، ثنائيه رائعه في الحقيقه في خط الدفاع يعني. لكن نظرا لغياب علي معلول ونظرا لغياب محمود وحيد فانت ما عندكش غير ايمن اشرف اللي بيلعب برجله الشمال ينفع يلعب كظهير ايسر، فمن هنا جاي اهميه ان ايمن اشرف لازم يكون جاهز 100%. فالنهارده كان اطمئنان على جاهزيه اللاعب عشان يكون متواجد باذن الله في رحله السودان، وهو شارك في كل فقرات المران النهارده وده اكد جاهزيته. كمان خليني اقول لكم ان الفريق المفروض هيسافر يوم الاربعاء، ففي مسحه بكره علشان يتم الاطمئنان على اللاعبين والجهاز الفني وكل البعثه المسافره للسودان، ويعني يطمنوا عليهم بخصوص فيروس كورونا وان شاء الله الكل يكون سليم ومفيش اي حاجه باذن الله، وده اجراء طبعا طبيعي ومهم جدا. طيب كمان من ضمن الاخبار اللي بتتعلق بالنادي الاهلي، قلت لحضراتكم ان خلاص الفريق هيسافر يوم الاربعاء، بس امتى بقى هيسافر؟ الساعه 4 عصرا وده ميعاد السفر، والمسافه من هنا للسودان قليله يعني اعتقد ساعه ولا ساعه ونص، فبالتالي يعني مش هيكون في اجهاد من الرحله ولا حاجه، ان شاء الله باذن الله الفريق يكون موفق في رحله هامه جدا زي دي. وزي ما احنا كمان كنا سمعنا اخبار امبارح ان فريق مريخ يعني هيخلي يكون في عدد من الجماهير في المباراه، بنسبه 80% منهم هيكونوا اولترس المريخ موجودين، فالمباراه هتبقى صعبه رغم ان ده بيخالف قرارات الكاف اللي قالت ان مفيش اي مباراه افريقيه تتلعب بالجمهور، لكن في العموم هنشوف ايه اللي هيحصل. ايا كان في جمهور مفيش جمهور، لعيبه النادي الاهلي باذن الله رجاله ويقدروا ان هم زي ما عودونا على مدار الفترات اللي فاتت ان هم باذن الله يرجعوا بانتصار غالي للمره الثانيه على التوالي خارج الارض من السودان على فريق محترم زي فريق المريخ. طيب كمان في اطار الاستعداد لهذه المباراه كان النهارده في جلسه ما بين مستر بيتسو موسيماني وسيد عبد الحفيظ مدير الكره للتنسيق على كل الجوانب الاداريه اللي بتتعلق بالسفر وكل الترتيبات اللي بتتعلق كمان بالفريق هناك في السودان، وده بيبقى امر طبيعي. والاهلي دايما بيبقى عامل حساب كل كبيره وصغيره بتتعلق باي مباراه هيلعبها سواء جوه هنا في مصر او بره في اي دوله، فده جانب اداري في الحقيقه النادي الاهلي بيقوم بيه بشكل جيد، وبالتحديد كمان الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره صاحب الخبرات العظيمه في موقعه. خلينا كمان نطمن على والتر بواليا وديانج، احنا عارفين ان كل واحد فيهم مع منتخب بلاده، والتر بواليا موجود مع الكونغو في المعسكر بتاعهم في المباريات الخاصه بيهم في التصفيات الافريقيه المؤهله لبطوله الامم الافريقيه. بواليا هينضم امتى للاهلي؟ هينضم مباشره من الكونغو للسودان، مش هيجي على القاهره، يلحق بعثة الأهلي بإذن الله في السودان على طول يوم الأربعاء أو الخميس بالكتير، يكون متواجد مع الفرقة ويستعد للمباراة المقبلة أمام المريخ. وولتر لعيب مهم تنقصه الثقة وهتيجي آجلا أم عاجلا، وأكيد هيكون إضافة بكل تأكيد للنادي الأهلي خلال الفترة اللي جاية، ده فيما يتعلق بولتر بالي. لكن فيما يتعلق بأليو ديانج المتواجد مع منتخب مالي المتأهل لبطولة الأمم الأفريقية، أليو ديانج هيكون متواجد مع البعثه، هيتحرك معاهم من هنا من القاهره، يعني هيرجع الاول من مالي على القاهره ويسافر مع الفرقه بشكل طبيعي باذن الله للسودان عشان يستعد مع الفريق بالشكل الامثل لهذه المباراه الهامه. في كل الاحوال الاهلي
ان شاء الله باذن الله يكون في الموعد، والاستعداد كمان تكتمل بشكل اكبر فور انضمام اللاعبين الدوليين، لان هم بيمثلوا طبعا جزء هام جدا من تشكيله النادي الاهلي في مختلف المباريات، وثقه كبيره اكيد موجوده في الجهاز الفني واللاعبين ان شاء الله في اطار السعي نحو الحفاظ على اغلى بطوله عند جمهور النادي الاهلي، وهي بطوله دوري ابطال افريقيا، واللي كانت اخر بطوله هي الاغلى على الاطلاق يعني بعد فوز النادي الاهلي في نهائي القرن. ده فيما يتعلق بآخر أخبار النادي الأهلي. هروح لفاصل، بعد الفاصل عندنا تفاصيل أخرى كمان هنتكلم عليها، استنونا يلا بينا. طيب خلينا نشوف أخبار الأهلي في السوشيال ميديا تحديدا من خلال ترند الأهلي. الكلام كله عن المباراة المقبلة وعن بعض الغيابات اللي تتعلق بالفريق اللي هيتأثر أو مش هيتأثر بيها، اللي يعني هتواجه النادي الأهلي خلال الفترة اللي جاية، بالتحديد حمدي فتحي. فبالتالي خلينا نبتدي باليوم السابع، حسابهم الرسمي على فيسبوك وبيقولوا: هل يشارك أكرم توفيق أساسيا في الأهلي بعد إصابة حمدي فتحي؟ إحنا عارفين إن حمدي اتطبع المنتخب، هيغيب شهرين بسبب كسر في دراعه، فبالتالي مين اللي بيعوض حمدي فتحي في المكان ده؟ لو حمدي فتحي في بعض الفترات كان بيلعب أساسي وكان بيبقى فيه تبادل دايما من مستر بيتسو موسيماني ما بين حمدي فتحي وألي ديانج، وكان بيبقى الثابت على طول هو السولية، فبالتالي الأقرب هيبقى ديانج جنب السولية. لكن في نفس الوقت مين الناس اللي موجودة في المراكز ده؟ إحنا المراكز دي إحنا عندنا أكرم توفيق كمان بخلاف سوريا وأليو ديانج، دول اللي ده مركزهم الأساسي. لكن عندك كمان يقدر يؤدي في المركز ده بشكل ممتاز جدا، هو أحمد رمضان بيكم، وعندك كمان رامي ربيعة. الناس ممكن تكون ناسي رامي شوية لأنه غايب بقاله فترة، لكن رامي كمان بيؤدي في نص الملعب بشكل أكثر من رائع. فالخيارات في الحقيقة كتيرة، ودي أهمية أنك إزاي يكون عندك قائمة قوية من اللاعبين تحسبا لهذه الغيابات اللي ممكن تواجهها على مدار الموسم. خلينا كمان نروح لخبر اخر، وده من الوطن الرياضي، واللي بيقول لك ايه: الشناوي يحسم مصير استمراره مع الاهلي بعد تلقي عروض خليجيه او اوروبيه. هو الشناوي مش اول مره يتلقى عروض، ده لو تلقى خلال الفتره الحاليه، لكن مستواه في الحقيقه يؤهله انه يلعب في احسن حته في الدنيا. لكن اللي عاجبني في الشناوي ايه؟ الراجل مرتبط بالاهلي بشكل كبير جدا، رغم ان حقه ان هو يحترف، لكن في نفس الوقت هو دايما، ودي تصريحاته اللي كنا دايما بنسمعها، هو سايب القرار ده للنادي الاهلي. اللي اعرفه ان الشناوي حابب جدا ان هو يكمل مع النادي الاهلي بالصوره دي، ومش بيفكر اطلاقا في الاحتراف. لكن عامه هنشوف، لكن هو موجود والراجل مكمل ومش هيمشي اخر موسم من النادي الاهلي، ده امر يعني واضح بنسبه كبيره. خلينا كمان نروح لبطولات مدرب المريخ، بيقول: نتطلع للفوز على الاهلي ونزعت الخوف من اللاعبين. وهو الراجل بيتكلم في جزئية ان هو هيحاول بكل قوة ان هو يفوز على النادي الاهلي في المباراة في السودان، وبيقول ان احنا عندنا افضلية طبعا الملعب، وعندنا دراسة كافية قمنا بيها بخصوص عناصر فريق النادي الاهلي وكيفية مواجهة النادي الاهلي. ان شاء الله ما يكونش يعني في يومهم في اليوم ده والاهلي هو اللي يكون متألق كالعادة، وان شاء الله يفوز في هذه المباراة. خلينا كمان نروح لخبر اخر في ترند الاهلي، وهو بيتعلق بمجلة 442، واللي بتقول أو بتختار أفضل 100 لوجو للأندية على مستوى العالم. الأهلي جه في المركز الخامس باللوجو المميز المعروف عن نسر النادي الأهلي، وكمان بيراميدز في المركز 77 عالميا، والزمالك في المركز 99. يعني دي إحصائية أو يعني يعتبر استفتاء من خلال مجلة 442. دايما الأهلي يكون في المراكز المتقدمة في أي استفتاء حتى لو كان عالمي. دي كانت أبرز الأمور اللي تتعلق بالنادي الأهلي على ترند الأهلي تحديدا وعلى السوشيال ميديا. هروح لفاصل سريع، بعد الفاصل عندنا تفاصيل محلية كتير وكمان بتتعلق بالأخص بمنتخبنا الوطني الأول هنتكلم فيها، استنونا. طيب نتكلم شويه عن منتخب مصر، وده الاهم بالنسبه لنا خلال الفتره الحاليه، ودايما البعض بيحاول يفهم الكلام بشكل خاطئ. وكلامنا امبارح عن كابتن حسام بدري والجهاز الفني منتخب مصر وشكل المنتخب، يا جماعه كلامنا كله والله في اطار صالح المنتخب، لو في اي سلبيات لازم نقولها، لازم نعمل فلاش كده للناس للجهاز الفني، لان احنا دايما بنتوقع الافضل من منتخب مصر، فبالتالي احنا برضو بنأكد على دعمنا الكامل للجهاز الفني منتخب مصر واللاعبين، لأن ده أهم شيء بالنسبة لنا منتخبنا الوطني الأول. دي لقطات من تدريبات المنتخب استعدادا للمباراة المقبلة أمام جزر القمر. بالتالي النهاردة في مران أخير للمنتخب في تمام الساعة 6 مساء على استاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، وده هيكون متاح فيه لوسائل الإعلام الحضور لمدة 15 دقيقة، وده إجراء دايما متبع قبل أي مباراة رسمية سواء على مستوى المنتخبات أو مستوى الأندية. كل التوفيق لمنتخبنا الوطني في مباراة الغد أمام جزر القمر. بالتالي
بمناسبة هذه المباراة معانا على الهاتف أحد نجوم النادي الأهلي الكبار السابقين وأحد المحللين المميزين جدا جدا، الواحد بيستمتع قوي بتحليله دايما، الكابتن عادل مصطفى. يا كابتن عادل مساء الخير. مساء الخير أمير، ازيك يا كابتن؟ منورنا حبيبي، انت اللي منور ودايما متألق يا رب. ربنا يخليك يا كابتن. عايزين نتكلم عن مباراة الغد أمام جزر القمر، بس قبل ما أتكلم عنها عايز أخد تقييمك لأداء المنتخب في مباراة كينيا والسلبيات، ولو في ايجابيات كمان وجهه نظرك يا ريت تقولها لنا يا كابتن عادل. لا طبعا السلبيات، مصر كلها اتكلمت السلبيات كويس، وكان في انتقادات كبيره جدا، وده وارد، وده وارد ومقبول، لان حجم او قيمه اللعيبه اللي موجوده في الملعب تسمح لهم وتسمح للجمهور انه يستنى منهم اكتر من كده. فده شيء طبيعي، ودي كوره عامه. الكوره لو جينا بصينا لكل مدربين العالم بيجي له فترات بينتقد عادي، يعني مش ده ما يقللش من شأن المدرب وما يضايقوش، لا بالعكس، انا ياخد الموضوع في اتجاه تاني خالص. وانا شايف ان الاهم في المباراه دي ان هي ادتنا مسجات وادت للجهاز الفني رسائل ومسجات لان اللي جاي هيبقى عامل ازاي. وانا مش فارق معايا دي خالص، انا اهم حاجه الهدف اخذناه من المباراه، مصر صعب بطوله افريقيا، ولكن ما بعد ايه؟ اللي جاي ايه؟ اللي جاي لازم تبدا تشوف ان انت عندك سلبيات كان كتير في المباراه. انت كنت لعبت بالتشكيل شبه الامثل بنسبه 90% او 95% تمام من اللعيبه اللي انت مستقر عليها، واللي اي حد في مصر عايز يحط تشكيل هيحط تشكيل ده، باستثناء لاعب او اثنين يعني من ظروف الاصابه هي اللي بعدته بالظبط. ولكن الاداء بقى هو اللي فيه مشكله. ولكن انا بقى كمدرب او كجهاز منتخب لازم الفتره الجايه ابدا ادور السلبيات اللي كانت موجوده عندي دي ازاي احولها لايجابيات، وهو ده الاهم، ازاي بقى عندي اثنين بقيمه صلاح وتريزيجيه ما كانش ليهم دور دفاع كتير في المباراه، ازاي احول لهم ان هم ملوش دور دفاع، ازاي اخلق لهم ناس تقدر تدافع في اماكنهم، ازاي اغير طريقتي جوه الملعب، ده مش عيب خالص، ممكن يكون بنفس الاشخاص، يعني ممكن اغير طريقتي بنفس الاشخاص طبعا، يبقى في ادوار مختلفه عن الادوار اللي كانت موجوده في المباراه. المباراه كلها يعني من ضمن السلبيات انت طول الوقت الاطراف بتلعب 2 ضد 1، فرقه كينيا بيلعبوا 2 ضد 1 طول المباراه، وخلقوا فرص كتير جدا من الحتت دي، وانت بتلعب 4 2 3 1 معظم المباراه. لو انا عندي جناحين ما بيدافعوش بشكل كويس ممكن اغير لهم الطريقه شويه. وده كان واضح في الماتش، كان واضح جدا لكل الناس. بس المهم ان احنا نعمل ايه بقى، هو ده مهم جدا في ان احنا نعالج ازاي، لان انت راح تقابله تاني بالظبط، تيجي تقابله تاني في ليفل اعلى. فلما المستوى الاعلى، انت خد بالك مع كينيا، كينيا خلقت حوالي 14 او 15 فرصه ما يقدروش يستغلوها. كمان كان حكم فير قوي وحكم كويس جدا، وده من حسن حظنا بالظبط. انت لو ما معكش حكم مش فير او حكم مش ما عندوش خبره كبيره كان في حاجات تعدي جدا، ومش هتبقى تقدر تقول ان الحكام متسببين في الاخطاء. تمام، مهم جدا الفتره الجايه بقى لازم يبقى في ادوار مختلفة لصلاح وتريزيجيه لما يكونوا موجودين معاه في المنتخب. ادوارهم مش لازم يدافع على 50 60 متر، يرجعهم كاملة، ممكن يرجع لقلب الملعب، ممكن يبقى عندي ثلاثة في نص الملعب زي ليفربول ما بيلعب. ليفربول برضو الأجنحة ما بيدافعوش لغاية الآخر، لعيبة نص الملعب هي اللي ممكن تتولى المهام على الأطراف، وده جزء، وده مهم جدا إن يكون أنا كمدرب عندي لعيبة أخلق لهم طريقة أو أخلق لهم خطة جوه المباراة. خطتي إن أنا هي طريقتي 4 2 3 1 او 4 3 2 1، ولكن مهام الدفاعيه هي اللي فيها مشكله شويه بالظبط. على مر تاريخنا ممكن نكون ما بنأديش احسن حاجه بره ملعبنا، وده شيء طبيعي، ولكن المره دي كان شويه زياده قوي، لان كان باين ان احنا كنا بعيد خالص عن المباراه فعلا. كنت ممكن تقفل دفاعيا بشكل كويس، احنا هجوميا ما كانش لينا انياب تماما، ولكن برضه دفاعيا ما كانش لينا شكل واضح، ما كانش لينا ترتيبه واضحه في المباراه. الجيم كان مفتوح، كنت العب بطول الملعب، يعني ما بين الخط الديفنس وخط واول خط الهجوم كمصطفى محمد، بتتكلم في 50 60 متر، وده رقم كبير جدا في الحاله الدفاعيه. طبعا طبعا، دي من الحاجات برضو اللي احنا لازم تبقى واخد بالك منها، وده عادي. انا شايف ان في كل تاريخنا كله الماتشات قليله جدا اديناها بشكل كويس ولعبنا فيها كوره بره ملعب، ولكن الفرق الكبيره بتبقى محتاجه شويه. لو انت مع مستوى اعلى لا هيأذيك جامد في المباراه، طيب هيسجل فيك اهداف اكتر.
طيب انا عايز اسالك سؤال يا كابتن عادل، هل حجم الاسماء اللي احنا بنشوفها في منتخب مصر ولعيبه بتلعب في التوب ليفل في انجلترا وكلام من ده، هل طبيعي حتى لو بنلعب خارج ارضنا نشوف المستوى ده، نشوف ان مفيش اي انياب للمنتخب، ان جون كده في الاول خطفته وبعد كده انت ما ظهرتش خالص؟ هل كمان قله التجمع بالنسبه كمعسكرات لمنتخب مصر دي ممكن تاثر حتى لو معاك اسماء كبيره جدا بحجم النجوم اللي احنا بنشوفها في المنتخب؟ الاجابتين، الاجابه الاولانيه لا طبعا، اللعيبه اللي موجوده معايا ما ينفعش يبقى ده هو ده الاداء، وما ينفعش ده بقى المردود بتاعهم. تمام. ومفروض الناس يعني، والانتقادات جت على حجم الاسماء، اللعيبه اللي موجوده معاك والاسماء اللي موجوده معاك. الشق الثاني، خلينا نتفق كلنا برضو ان مصر بتأدي كويس جدا في التجمعات. على مدار التاريخ معروف، على مدار التاريخ. انت محتاج مباراه، يعني مصر بتلعب مباراه كويسه في البطولات، تعمل بطوله كويسه لو هم متجمعين كويس، متجمعين قبلها كويس، مقفول على اللعيبه كويس، وده شيء احنا رقم واحد فيه في افريقيا. احنا تمام. كل التجمعات، كل البطولات اللي دخلنا فيها التجمعات ادينا فيها بشكل كويس، على العكس المباريات اللي فيها اللي هي مباريات التصفيات، مباراه واحده رايح كمان شهرين رايح مباراه ثانيه، وده احنا برضو خد بالك احنا من اصعب الحاجات اللي بنقابلها في تصفيات كاس العالم هي دي، تباعد المباريات. احنا عندنا مشكله شويه في المباريات البعيده عن بعضها. انا بقول لك لو احنا تصفيات كاس العالم دي عباره عن تجمعات وبتطلع منها بطل، نتاهل كل مره. انا بقول لك مصر هتطلع كل مره كاس عالم من غير بدون منافس. لكن احنا عندنا مشكله على مر التاريخ في الحته دي، احنا بتبقى شويه محتاجين نتجمع، ودي طبيعتنا يعني. برضو احنا لازم، برضو وانا بنتقد او انا بشرح حاله، لازم اشوف انا طبيعتي ايه. طبعا المردود مش زي مش على قد اللعيبه، على حجم اللعيبه، ولكن طبعا لازم في مبرر. طيب. ان قله التجمعات طبعا ده كلام منطقي. طيب. جدا. طيب علامه استفهام كبيره جدا حول محمد النني يا كابتن عادل، ومحمد النني بيلعب افضل مواسمه مع ارسنال في الحقيقه، وبيشارك في عدد كبير من المباريات، وكمان مش بيشارك بس، ده بيتالق مع ارسنال. هل بالنسبه لك لغز ان محمد النني حتى ما نزلش في الشوط الثاني، وتم تفضيل عمر جابر اللي مش ده اصلا مكانه انه يلعب في نص الملعب بعد اصابه حمدي فتحي، وكمان السوليه نزل مكان طارق حامد، فبالتالي النني رقم خمسة في المكان ده، هل ده امر منطقي من وجهه نظرك؟ بص، لا هو مش منطقي تماما. وحتى انا كمدرب لازم اشوف المواقف اللي ما تخلينيش اعمل مشاكل، او اللي ما تعمليش مشاكل. من الحاجات اللي برده المفروض يبقى فيها برده حنكه شويه من الجهاز، انه ما يبقاش في مشاكل كتير في اوقات قليله. صح. بالذات كمان انا كان عندي فكره، او الجهاز كان عنده فكره، ان بعد الصعود انت ممكن ما تلعبش اللعيبه للمحترفين في المباراه الثانيه. بالظبط. فاذا فانت ممكن تستغل المحترفين، بالذات كمان النني بقى مختلف عن قبل كده. النني لما كان بيجي المنتخب قبل كده انت كنت بتقوم له، كان بيقوم بدور رقم 8 اكتر. طول الوقت انت كنت بتصنفه رقم 8. فعلا. النني دلوقتي في ارسنال بيأدي احسن حاجه في رقم 6، وفي رقم يعني بيلعب 6 و8، بيلعب الاثنين، فبيأديها بشكل كويس، بيقطع كويس، من اكتر الناس اللي عندهم نسبه تمرير جيده، وبيقطع كويس. المستوى مختلف، ان هو بيأدي وظيفه مختلفه شويه مع النادي، ولكن انا اقدر استغل ده. محدش هيلومني خالص ان انا اجيب لعيب من ارسنال وهو ماشي كويس. يعني قبل كده ممكن يكون كان، عشان برضه نتفق ان كان في انتقادات. طبعا 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 كده. دي حقيقه. ولكن دلوقتي هو الراجل، الولد بيأدي بشكل ممتاز، هو جيد جدا. فانا برضو ممكن اخد احسن حاجه عند كل لعيب. وبالذات كمان المباراه كانت مباراه مؤثره، محتاجه اللعيبه اللي عندها خبرات. صح. لاني بقاله 6 أو 7 أو 8 سنين في المنتخب بيأدي بشكل الى حد ما معقول. يعني مش هنقدر نقول ان النني كان احسن حاجه او اقل حاجه، لا، في المتوسط، بيدي المتوسط بتاعه، وعنده كم خبرات جوه الملعب كويس. بالظبط. فالنقطه ان انا كنت ممكن استخدمه، وطالما انا عندي الفرصه ان انا ما اوديش المحترفين لمباراه ثانيه، يبقى انا كده ضربت عصفورين بحجر. ريحت اللعيبه اللي هتلعب في مباراه افريقيا لما ترجع، ادي ابقى بالتناوب. وفي نفس الوقت دخلت عنصر مهم عندي. بالظبط. عنصر مهم، ما اعمليش مشاكل، ما اعمليش مشاكل في اوضه اللبس، لان النني برضو عنصر مهم جدا. اسم كبير، اسم كبير في كل الاحوال. بالضبط. محمد النني يعني. طيب بالتالي قبل ما اختم مع حضرتك، وسريعا، رايك بكره المنتخب ازاي يعالج اخطائه، والكابتن حسام بدري يبتدي المباراه بتاعت جزر القمر ازاي من وجهه نظرك؟ وبص، مباراه بكره دي ليها كذا، يعني كذا سيناريو. انا شايف ان هو لازم، في لعيبه لازم تاخد فرص كتير بكره. احنا كده كده ضامنين الصعود،
يعني يعني قريبين جدا من يعني خلاص يعني ما فيش مش محتاجين المباراه، بالظبط بالظبط. وقريبين ان انا عندي لعيبه كانت موجوده عندي في المنتخب اوريدي بس ما بتاخدش بقى لها فتره، ممكن ارجع ارجعها تاني، ابدا اريح الناس اللي ممكن تبقى موجوده كمان كام يوم في افريقيا برضه عشان ما ادخلش نفسي في حته في حسبه ملهاش لازمه خالص، ان ما بقاش لعيبه عندي التاني التعور. بالظبط. برضه لازم الموضوع يبقى يكون فيه شويه يعني مش عايز اقول ذكاء، ان كابتن حسام عنده من الذكاء اكيد اكيد خبرة. والخبره ان هو م. يقدر يعالج ده، فاتمنى ان اللعيبه اللي ما عندهاش بطوله افريقيا اللي مش هيبقى فيها مشكله يبدا يديها بشكل احسن عشان ما يدخلش في مشاكل مع الانديه بطريقه غير مباشره. هو مش بالظبط. مشاكل طبعا كله بيخدم مصر، اكيد ولكن اكيد طالما المباراه مش يعني مش مؤثره قوي ممكن ابدا ادي الناس اللي هي مش هتبقى مؤثر عليها او عليها اجهاد في المباراه اللي جايه. تمام كابتن عادل، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. كابتن عادل مصطفى احد نجوم النادي الاهلي السابقين والمحلل المميز جدا والممتع في الحقيقه في تحليله، كان معانا على الهاتف بخصوص مباراه الغد وبخصوص تقييمه كمان للمباراه السابقه لمنتخب مصر الاول. طيب خلينا كمان سريعا نروح لبعض الاخبار اللي بتتعلق بالمنتخب على السوشيال ميديا تحديدا، ونشوف الكلام على ايه. بالتحديد من اليوم السابع الكلام على محمد النني ان البدري هيدفع بالنني والسولية في تشكيله المنتخب الاساسيه امام جزر القمر غدا. اتمنى ان النني يلعب بس ما يكونش طرديه للنني، لو مقتنع بشيء اعمله مش مقتنع ما اعملوش، هذه النقطه يعني. طيب خلينا كمان نروح لجزئيه اخرى وهي تتعلق بالاهرام على تويتر واللي بيتكلموا على مصالحه الجماهير واستعاده هيبه الفراعنه مكاسب الجمله حال فوز امام جزر القمر، وده اللي احنا بنامل فيه وان شاء الله عندنا ثقه كبيره جدا في الجهاز الفني ان هو يحسن الصوره بشكل كبير. طيب انا عايز اخد كمان وجهه نظر صحفيه مهمه جدا من خلال تطبيق زوم، هيكون معايا في هذه اللحظات الاستاذ خالد عامر الناقد الرياضي للحديث عن استعدادات منتخب مصر المباراة الغد، وكمان ناخد رأيه الصحفي بخصوص المباراة السابقة. فخلينا ناخد خالد. يا خالد مساء الخير. يا أمير إزايك؟ مساء الفل. أخبارك يا خالد؟ كويس. أنا زي الفل الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. في البداية عايز أتكلم معاك من وجهة نظرك الصحفية بخصوص المنتخب وبالتحديد المباراة السابقة أمام كينيا والمشاكل الكتير اللي ترتبت على هذه المباراة، سواء من حيث إصابات بعض اللاعبين، من حيث عدم مشاركة البعض الآخر، من حيث كمان الأداء اللي كان سيء جدا في هذه المباراة، رأيك إيه؟ أنا رأيي إنه المنتخبات في العالم كله بتمر بظروف سيئة جدا نظرا لكورونا وعدم قدرتها على التجمع بشكل كبير والكلام ده كله. بنشوف منتخبات كبيرة بتتعادل مع منتخبات متوسطة زي إسبانيا تعادلت مع اليونان، البرتغال اللي هي واحدة من أقوى المنتخبات دلوقتي تعادل 2-2 مع صربيا وقبلها بتكسب أذربيجان 1-0 بالعافية. بس ده مش مبرر بالنسبة لي، يعني أنا عارف إنه ده جلوبال بانديميك وإنه الناس كلها متضررة بسبب الكورونا والكلام ده كله، ولكن ده مش مبرر للمستوى السيء جدا جدا طبعا جداً طبعا، لان احنا بنشوف برضو منتخبات كتير يا خالد بتأدي بمستوى ممتاز، هما نفس بيمروا بنفس الظروف اللي بيمر بيها العالم كله. بالظبط كده. بنشوف المانيا بتكسب 5-0 وبنشوف انجلترا بتكسب 3-0 عادي خالص، يعني وايطاليا بتكسب 2-0 عادي خالص. فده مش مبرر بالنسبه لي، انه انا حبيت بس اوضح في الاول انه عندنا ازمه وعندنا حاجات كتير اللي هي الناس بتعول عليها عشان تبرر المستوى السيء، ولكن ده مش تبرير خالص للمستوى اللي احنا بنمر بيه. المستوى اللي احنا بنمر بيه رايي الشخصي بدون اي تجريح في الكابتن حسام البدري، لاني كنت من الناس المؤيده بشده ان الكابتن حسام البدري يتولى وانا والله فعلا انا كنت شايف ان هو انسب واحد هو اللي يكون موجود، ولغايه دلوقتي انا شايف ان هو انسب واحد يكون موجود، لكن لما يكون في سلبيات يا جماعه ما ينفعش ان احنا نسكت، ما ينفعش ان حد ما ينتقدش الكابتن حسام البدري عشان هو مدير فني منتخب مصر، لا لازم ينتقد يعني طالما هو بيغلط طالما في سلبيات. ولا 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 نتجنب نقده لاننا كنا مقتنعين بيه في الاول، لانه عادي خالص ان الاراء بتتغير بناء على تغير المواقف. بالظبط. فلا احنا الاداء بتاعنا سيء جدا، والسبب الاساسي فيه هو كابتن حسام البدري باختياراته اللي انا شايفها الى حد كبير جدا مش منطقيه. انت عندك قوام في المنتخب هو تقريبا الافضل ما بين منتخبات الصفوه في افريقيا، لو اتكلمنا عن الجزائر، المغرب، كوت ديفوار، مصر، الكلام ده.
واحد من افضل المنتخبات من حيث القوام هو منتخب مصر. عندك القوام الاساسي لبطل افريقيا، والقوام الاساسي لوصيف افريقيا وبطل الكونفدراليه الموسم الماضي، عندك مجموعه من ابرز المحترفين، عندك افضل حارس في افريقيا، عندك عدد كبير جدا من اللعيبه. ما ينفعش نرجع نتحجج بالقماشه وان ما صح عندكش صح لعيبه، لا عندك قوام متكامل. لو اتكلمنا عن القوام المتكامل ده رقميا بيعمل ايه؟ رقميا احنا ما بنعملش حاجه، خالص. احنا خلال التصفيات مدخلين 6 اهداف في 16 منتخب، منهم السودان وموزمبيق وغينيا احسن منا، مدخلين احسن منك، مدخلين 7 اهداف وموزمبيق مدخله 9 اهداف، انت مدخل 6 اهداف. انت بمعدل محاولات على المرمى، انت بمعدل 3 محاولات بس على المرمى في الماتش الواحد خلال 5 مباريات اللي قلت اللي خدتهم في التصفيات، عامل 16 محاولة على المرمى في 5 مباريات، فتقريبا 3.2 محاولة على المرمى في المباراة الواحدة، وده رقم هزيل جدا على لما بيبقى عندك محمد صلاح ومحمد وتريزيجيه مصطفى محمد. ومصطفى محمد ووراهم محمد مجدي قفشه، رقم هزيل جدا ان انت جدا تحاول 3 محاولات بس على المرمى في المباراة الواحدة. صح. من ضمن الاسباب اللي انا شايف انه كابتن حسام البدري وانت قلتها قبل ما نطلع على طول على الهواء، قلت انه طرديه لمحمد النني وكده، انا شايف انه محمد النني مش المفروض ان هو يقعد اصلا، لانه راجل كابتن فريق ارسنال في صح صح مباريات سابقه، في كام مباراه كان كابتن فريق ارسنال، مدخل هدف رائع في الدوري الاوروبي من كام يوم، بيأدي بشكل جيد حتى جدا لو قعد يا خلال خالد، ارتيتا حتى لو قعد ما يبقاش الخيار رقم 5 في مركزه، مش 5. منطقي. لا وثانيه واحده، وما يبقاش الخيار رقم 5 وتفضل عليه باك يمين باك يلعب رايت نص ملعب حاجه غريبه ده. بصراحه. وكابتن حسام البدري في تصريحات تلفزيونيه قال انه لا في تصريحات تلفزيونيه على لسان محمد النني قال انه كابتن حسام البدري وضح للنني ان هو استعان بعمر جابر عشان يقفل الجنب اليمين. يعني هو ومحمد النني النني مش بيعرف عارف يعمل يقفل كده، الجنب اليمين، ما هيعرف، محمد النني بيعرف دي يعمل كده احد وجبات مركزه بالمناسبه يعني. بالظبط كده. ان انت تلعب دبل سيكس في نص الملعب بحمدي فتحي وطارق حامد قلل كتير جدا من قدرتك الهجوميه، ما بقاش في واحد بيقدر يصنع لعب لنص الملعب او ينقل الهجمه لنص الملعب المنافس. فالاخبار طلعت بقى ان انت في جزر القمر هتلاعب محمد النني وعمرو السوليه اللي هو دبل ايت، اللي هو من غير ارتكاز خالص، وهتلاعب 2 دبل ايت، مفيش ديستروير، مفيش حد يقطع الكوره، احنا هنلعب كده على الله. لا انا ما اعرفش كابتن حسام بدري بيفكر في ايه في التشكيلات، واعتقد انه برضو الدبل ايت اللي هيلعب بيها عمرو السوليه ومحمد النني دي طرديه بحته للاثنين عشان يقول لهم هو انا لعبتكم وخلاص. لعبتكم. طيب في كل الاحوال يا رب يكون كابتن حسام يعني وجهه نظره صحيحه ويا رب يكون موفق، ده امر هيهمنا جدا. لكن انا سريعا يا خالد عايز اخد تعليق منك على ايه المطلوب بكره ان شاء الله في مباراه جزر القمر، ايه المطلوب من الجهاز الفني واللاعبين في المباراه المهمه دي؟ المطلوب ان هم يحافظوا على نفسهم، احنا خلاص ضمننا التاهل، احنا مركز اول وجزر القمر حتى الان مركز ثاني، جزر القمر لو عملت معاك مفاجاه هتتاهل عليك اول مجموعه، وده مش مطلوب مننا خالص، بشكل مش وحش. مطلوب خالص في المرحله اللي جايه. المطلوب ان اللعيبه تحافظ على نفسها عشان مفيش حد فيهم يصاب اصابه بالغه لا قدر الله تبعده عن صفوف المنتخب فترات طويله. بس في نفس الوقت المطلوب من كابتن حسام البدري ومن اللعيبه ان هم، احنا بنشتكي ان احنا ما بنتجمعش فترات كافيه وما عندناش فرصه ان احنا نتلم كمنتخب ده فالمطلوب موجود في انه العالم بكره كله. نعتبره تجمع للمنتخب بشكل بالظبط رسمي بالظبط نلعب فيه بالقوام الاساسي للمنتخب عشان اللعيبه تنسجم اكتر. المطلوب تمام ان كابتن حسام البدري يبقى منطقي اكتر في التشكيل، يحط واحد دستروير وواحد ريجيستا يقدر ينقل الكوره لنص ملعب الاخر، ان شاء يستغل الله. قدرات وسرعات محمد النني ومحمد سوري محمد صلاح وتريزيجيه، ويلعب بتوظيف انسب شويه من اللي شفناه في الماتشات السابقه وان شاء الله يكون موفق باذن الله يا خالد. انا ان بشكرك شاء الله. شكرا جزيلا، زميلنا العزيز او طبعا الناقد الرياضي خالد عامر الصديق العزيز كان معانا عبر تطبيق زوم، واتكلمنا معاه في بعض الامور المهمه جدا بتتعلق بمنتخبنا الوطني الاول. هروح لفاصل سريع، بعد الفاصل نرجع نكمل فقرات الترند النهارده، يلا بينا. سؤال حلقة النهاردة، في رأيكم إيه هو التغيير أو التغيير اللي ممكن يحصل في تشكيل منتخب مصر بكرة من خلال الكابتن حسام بدري المدير الفني؟ فبعد تواصل حضراتكم معانا ناخد التفاعل وهو بخصوص هذا السؤال. نبتدي بحسين شحتة اللي قال النني هيكون مكان طارق حامد، والسولية مكان حمدي فتحي، وياسر إبراهيم مكان حجازي، وعبد الله جمعة مكان أحمد أيمن. كده عدد كبير من التغييرات هنشوف، ممكن جدا. خلينا كمان نروح لفتحي زيدان اللي قال لك اعتقد الكابتن حسام يملك ادوات من لاعبين ونجوم يقدر بيها يمسح
صورة المباراة السابقة ويقدم عرض قوي، طبعا يمتلك يعني عدد من اللاعبين المميزين، ويفوز بنتيجة كبيرة إن شاء الله تحفظ لمنتخبنا هيبته وكبرياءه وبالتوفيق إن شاء الله. ان شاء الله. طيب يعني دي بشكل سريع كده كان بعض التعليقات، الوقت للاسف يعني داهمنا، لكن في كل الاحوال احنا بنتمنى كل التوفيق للكابتن حسام بدري وجهازه المعاون ولجميع عناصر المنتخب من لاعبين اسماء كبيره جدا، ان شاء الله يغيروا الصوره بعد التاهل بشكل رسمي، لكن المهم ان احنا كمان نتاهل اول مجموعه. مباراه بكره ان شاء الله الساعه 6 مباراه منتخب مصر وجزر القمر، ان شاء الله المنتخب يكون موفق. دي كمان كانت حلقتنا النهاردة من الترند، ليس لدينا المزيد، وغدا كل الجديد في حلقة جديدة من نفس البرنامج، استنونا، إلى اللقاء.